بسم الله. تعالوا نشوف النهاردة هنركب الزرار ازاي. غرزة تركيب الزرار، احنا بنعمل الاول البكرة الاولانية على حرف الاف، وبعدين دي بنفتحها على الاخر، بنخليها كده بنفتحها على الاخر على 5، او لو الفتحة بين الزرار اضيق ممكن نخليها اضيق، بس هو الزرار اللي هنركبه كبير فهنعمل الفتحة التانية دي على 5. وهننزل هنا نعمل على الزقزاق على رقم 3 العادي، الزقزاق العادي رقم 3، هنعمل البكرة دي على رقم 3. وبعدين معانا القطعتين دول، القطعة دي بتاعة تركيب الزرار، القطعة دي كده بتاعة تركيب الزرار، والقطعة دي اللي بنحطها على المكنة من تحت كده، هوريكم ازاي دلوقتي. وبعدين نبدأ نركب الزرار، تعالوا نشوف هنركبه ازاي. بسم الله. الأول أنا هدوس على الزرار ده زي ما اتفقنا عشان اغير الدواس، هرفع دي كده هدوس على الزرار ده، الدواسه نزلت اهي. بعد كده في هنا كده فتحتين، هنا كده فتحتين، احنا بنجيب الدواسه دي ونركبها عليهم، ندخل فيها الخيط ندخل الخيط فيها كده، وبعدين نركبها في الفتحتين بتوعها، بعد شوية كده نركبها في الفتحتين كده اهي كده، ونثبتها هنا كده كويس. وبعدين نركب دي في مكانها، كده اتركبت الدواسة بتاعت الزرار. احنا معانا الزرار كده، هنبدأ بقى نظبط الدنيا كده عشان نشوف احنا هنعمل ايه في الزرار ده. دي القماشة اللي احنا هنركب فيها الزرار، بنحطها كده وبنحط الزرار بين الفتحتين اللي هنا دي، بين الفتحتين دول كده بالشكل ده، ونبدأ نجرب نشوف الفتحتين مظبوطين ولا لا. لازم نتأكد كده ان الفتحتين كده مظبوطين. نبدأ ندوس على الموتور كده لحد ما نتأكد ان الزرار كده اتركب. كده الزرار اتركب اهو معانا، اهو اتركب جامد وكويس جدا. ننظف هنا اهو، كده الزرار متركب اهو. يا رب يكون الشرح كده واضح. هو بيتركب بمنتهى السهولة، مفيهوش أي حاجة.